مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في فقرة ضيف الظهيرة. تتواصل في إقليم تارودانت جهود المساندة والدعم للساكنة المتضررة، وتحظى المدينة القديمة لتارودانت بأهمية خاصة في جهود تقييم الأضرار والتعامل مع الساكنة المتضررة والاستجابة للوضعية الدقيقة التي توجد فيها. للحديث عن الوضع في المدينة العتيقة لتارودانت ينضم إلينا من تارودانت شرف الدين أسقرو، نائب رئيس المجلس الجماعي بتارودانت مكلف بقسم التعمير وإعداد التراب الوطني. سيد شرف الدين أسقرو، أهلا بك. بداية، كيف هو الوضع في المدينة القديمة لتارودانت؟ نتحدث عن الأسوار، عن القصبة، عن الأبواب التاريخية الثمانية. شكرا قناة ميديان تي في على الاستضافة. الوضعية في تارودانت جراء هذه الهزة الأرضية، الزلزال الأخير، فعلا مدينة تارودانت كغيرها من الأقاليم الخمسة تضررت بشكل كبير على مستوى النسيج العمراني وكذلك على مستوى البنايات الأثرية التي تأثرت بشكل كبير، خصوصا أن مدينة تارودانت لم تكن لديها أي تجربة سابقة في المجال ديال الكوارث الطبيعية والزلازل، وبالتالي كاين ضرر كبير على مستوى الأبواب ديال المدينة، كذلك على مستوى سور مدينة تارودانت، لأن هذا السور له عهد ديال آلاف السنين، وبالتالي يشكلوا المجال الحضاري والإرث التراثي لمدينة تارودانت، وتضرر بشكل كبير جراء هذه الهزة الزلزالية. كيف كان التأثير؟ هل كانت هناك تشققات، انهيارات في الأبواب أم ماذا؟ هناك فعلا كان تشققات في بعض الجهات من السور، لأن هذا السور المساحة دياله هي 7.5 كيلومتر، وتضرر بعض الأبواب تضررت بشكل كبير، مثلا ان باب ديال السلسله انهار جزء المؤدي الى مدخل مدينه تارودانت على الطريق المؤديه الى مدخل المدينه العتيقه، انهار هذا الباب، وكذلك انهار جزء من باب ولاد بنونه. تارودانت لديها 5 ابواب رئيسيه اللي هي تاريخيه قديمه، وكذلك تضرر انشقاقات كبيره على مستوى السور في مجموعة من المناطق المحادية للساكنة، وبالتالي كان ضرر كبير، انشقاقات، وكذلك كان تصدعات على الأبراج في هذا السور، وكما قلت بأنه بعض المداخل منها المدخل المذكور بأنه انهار وتم إيقاف حركة السير إلى هذا الباب وإلى المدخل المدينة العتيقة. كيف انعكست هذه الوضعية وهذه التأثيرات على ساكنة المدينة القديمة هناك؟ حقيقة انعكاس كبير، لأن كما قلت تارودانت لم يسبق لها أن تضررت بأي زلزال فيما سبق، وبالتالي مدينة تارودانت هي عندها نسيج عمراني قديم جدا، لأن بنايات تعود لفترة قديمة جدا، وبالتالي هذه البنايات داخل، لأن تارودانت تضررت كثيرا داخل السور، لأن غالبية ساكنة مدينة تارودانت توجد داخل السور العتيق، وبالتالي ساكنة كبيرة كثيرة تضررت، هناك انشقاقات على مستوى هذه المنازل، قمنا بالزيارات إلى هذه المنازل ولاحظنا وعاينا مجموعة من الانشقاقات داخل هذه المنازل التي في غالبيتها لم تعد صالحة للسكنة، وبالتالي تضرر كبير داخل مدينة تارودانت، داخل طيب الأحياء القديمة، داخل سور المدينة. كيف يتم التعامل مع وضعية هذه البيوت التي قلت بأنه طالتها تشققات وتصدعات، وأيضا مسألة تقييم السلامة والمخاطر؟ تابعنا أنه في الأيام الأولى للزلزال الناس أيضا في هذه المناطق في تارودانت العتيقة آثروا المبيت في الخارج، لكن كيف تطور الوضع بعد ذلك؟ الحمد لله، الآن ربما تارودانت تعود لها الحياة من جديد والناس تعود الحياة الطبيعية، ولكن المجلس الجماعي بمدينة تارودانت قام منذ الهزة الزلزالية بتكوين 5 لجان تقنية لإحصاء
ومعاينة المنازل المتضررة بناء على القانون 94-12 المتعلق بالبنايات والمنازل الآيلة للسقوط. تم تشكيل لجان فيها مراقبين وتقنيين، وكذلك بتنسيق مع مكتب دراسات مختص في هذا المجال، وتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية بما فيها العمالة والوكالة الحضرية والإسكان ومجموعة من المتدخلين. تم تشكيل لجان ومراقبين قاموا بمعاينة هذه المباني الآيلة للسقوط والدخول إلى هذه المنازل ومعاينتها، وبعد ذلك قام المجلس بإصدار مجموعة من القرارات والمتعلقة بالهدم. بعد ذلك قمنا كذلك بإعداد على مستوى المدينة العتيقة إعداد 4 مساحات لإيواء مجموعة من الساكنة المتضررة من جراء الزلزال، تعبئة المجتمع المدني كذلك لمساعدة الأسر المتضررة، وكما قلت قمنا باتخاذ مجموعة من التدابير الآنية والمستعجلة لتعبئة هذه الساكنة ولإيوائها في مجموعة من الأماكن حتى لا يشكل عليها ولا تشكل عليها هذه المباني خطرا لأنه يهدد حياتها. طيب، قلتم بأنكم قمتم بعملية إحصاء للبيوت المتضررة، هل هناك أرقام تجسد أو تعكس وضعية البيوت هناك؟ العملية انطلقت ربما الآن اليوم الرابع في إحصاء هذه المباني الآيلة للسقوط بناء على كما قلت على ما تقوم به هذه اللجان التقنية المتخصصة في هذا المجال. إلى حدود الآن تم توقيع أكثر من 85 قرارا بالهدم بناء على ما يأتي وما الإفادات التي تأتينا من هذه اللجنة المختصة. وصلنا إلى حدود الآن إلى 85 قرارا بهدم منازل، هذه المنازل التي لم تعد صالحة للسكن وتشكل خطرا على الأسر. ووجدنا بأن هناك أكثر من أسرة 3-4 أسر في بعض المنازل، أفراد يتجاوز في بعض المنازل أكثر من 10 أشخاص إلى ما ذلك في مجموعة من المنازل. وبالتالي هذه الإحصائيات إلى حدود الآن، والعدد ربما في تصاعد لأن الأحياء الشعبية في مدينة تارودانت كثيرة جدا ومتراكبة فيما بينها. ماذا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن لفائدة الساكنة هناك؟ الإجراءات العملية المتخذة الآن هي كما قلت بالنسبة الآن مدينة تارودانت اليوم الحمد لله تعود تدريجيا رغم وجود هزات ارتدادية مرة، ولكن الحمد لله لا خسائر مادية ولا خسائر بشرية، وكذلك حتى في البنايات الحمد لله الأسر المتضررة خرجت التي فعلا تأكدنا بأن المساكن ديالها ومنازلها متضررة. أخذنا مع السلطات المحلية والإقليمية قرارات بأنها تكون في مساحات آمنة. هذه المساحات قام المجلس الجماعي بتوفير جميع الإمكانيات اللوجستية والمادية للساكنة المتضررة في 4 مساحات متفرقة على مجموع المدينة العتيقة، لأن الضرر الكبير دائما كما قلت النسيج العمراني القديم يتواجد داخل أسوار المدينة وهي المتضررة بشكل كبير، ولكن خارج الأسوار الضرر قليل. شكرا جزيلا لك الأستاذ شرف الدين أسقرو، نائب رئيس المجلس الجماعي بتارودانت المكلف بقسم التعمير وإعداد التراب الوطني على كل هذه التوضيحات. الوقت لا يسمح بأكثر من هذا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الفقرة، فقرة ضيف الظهيرة، والاطلاع على المزيد من الأخبار وصور الفيديو والتحاليل على موقعنا الإلكتروني mediantv.com وأيضا على منصاتنا الرقمية الأخرى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.